والله هذه مذبحه ماشي جامعه، هذه كما يقول لك مقبره متجره، يعني مع كل احتراماتي للمسؤولين المغاربه فريق الرجاء والله غير ذبحوه باش يلعب مباراه يوم السبت، يتنقل الجزائر يلعب مباراه وبعدين يعاود يتنقل المغرب يلعب مباراه البطوله يعاود يرجع، هذه والله يعني قتلهم ذبحهم تاع الصح، يعني بدون عطيف ولا ذبحهم، يعني ماشي حق عليهم تاع الصح، هذه كما يقول لك ظلم في حق الفريق الرجاء البيضاوي، مع كل احتراماتي للمسؤولين، يعني سوء برمجه، يعني فيها يعني تخلط كبير لا علاقه بالكره، يعني نقولها بكل كما يقولوا شفافيه لا علاقه في البرمجه، خاصهم الفريق تاعهم يمثلهم على المستوى القاري وخارج البلاد، خاصهم يعاونوه ويعطوا له كاع اللي يوفروا كاع الامكانيات، مي الله غالب سي بيان دوماج، واش نقول لك حطموه هذه ولا خساره كبيره، حطموه ما كان ما كان يسعفوهم، كان يقدروا ياجلوا المباراه، ياجلوها يعني بدون عطيفه، ياجلوا المباراه ويخليهم يلعبوا زوج مباراه هنا. والله انا سمعت الخبر هذا ما فهمت والو، 7 فبراير 7 افريل 7 جوان يخلوها حتى شهر 7 وخلاص، هذا ولا يحيدوا هنا يعطوهم ثلاث نقاط للخصم هذاك وصافي، نورمالمون يخلوهم باسكو دي عندهم زوج مباريات في اسبوع، ما خاصهمش يجوا من كازا الجزائر يعاودوا يرجعوا الثاني يعاودوا يرجعوا، لا هذه والله يعني قلتها لك والله هذه مذبحه، هذه كما يقول لك مقبره تاع الصح مجزره، ذبحوهم من الاخر. ونتمنى ان شاء الله النجاح للفريق، ان شاء الله يصعدوا بزوج الشبيبه والرجاء يصعدوا للدور الثاني ان شاء الله.